حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. طلاب يمنيون عالقون في منفذ حدودي مع سلطنة عمان منذ أسبوعين. مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لقبول لاجئين اليمنيين في كوريا. وفي جولتنا بين الصحف الفرنسية نقاش خجول في باريس حول مبيعات الأسلحة. ومن أخبارنا المنوعة الإعلان عن أول مسافر إلى الفضاء للطواف حول القمر في رحلة خاصة. أهلا بكم. قال الطالب حمدي مجمل إن الطلاب اليمنيين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة بعد أن فقدوا التواصل بالجهات المختصة في سلطنة عمان في ظل غياب تام للسلطات اليمنية. وحمدي هو أحد العالقين في المنفذ والذين نشر المصدر أونلاين تقريرا عنهم بعنوان طلاب يمنيون عالقون في منفذ حدودي مع سلطنة عمان. ونشد طلاب يمنيون عالقون في منفذ مدينة شحن الحدودي بين اليمن وسلطنة عمان منذ أكثر من أسبوعين ناشدوا السلطات العمانية واليمنية بالتدخل العاجل ومنحهم تأشيرة لعبور الأراضي العمانية وإكمال رحلاتهم إلى دول الابتعاث لاستكمال دراساتهم. الطالب حمزة سالم بافياض الذي يدرس الجامعة في روسيا يقول إن الدراسة بدأت هناك منذ بداية الشهر الجاري مبديا تخوفه من حرمانه من إكمال دراسته بسبب تأخره. وأضاف نعيش في المنفذ بلا راع ولا مسؤول ولا جهة تعمل على متابعة التأشيرات بالإضافة إلى انعدام المأوى لكثير من الطلاب فيضطر بعضهم للمبيت في المحل أو في الشوارع احتماء من برد الليل وحر النهار. اليمنيون الذين وصلوا إلى كوريا الجنوبية كلاجئين ما زالوا محل خلاف في الشارع الكوري حيث عنون موقع يمن مونيتور مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لقبول اللاجئين اليمنيين في سيول. وذكر راديو كي بي إس وورد الكوري أن التجمعات المؤيدة والمعارضة لقبول اللاجئين اليمنيين التي شهدتها سيول جاءت بشكل متزامن وذلك بعد بضعة أيام من إصدار سماح لـ 23 من طالبي اللجوء اليمنيين بالإقامة في كوريا الجنوبية لأسباب إنسانية. وفقا للراديو قامت المنظمات المدنية المؤيدة ومن بينها مركز حقوق إنسان اللاجئين بتنظيم تجمع وسط العاصمة سيول شجبت خلاله ظاهرة الكراهية تجاه اللاجئين اليمنيين. واعتبر المتظاهرون أن الادعاء بأن اللاجئين اليمنيين سيهددون سلامتهم ليس له أي أساس معقول ووصفوه بأنه مجرد كراهية من جانب واحد ضد اللاجئين كما طالبوا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية اللاجئين. النداء إلى السلام تحت هذا العنوان كتب مصطفى الجبزي مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا هل الوعظ والتمني كفيلان بعودة السلام وتوقف الحرب؟ الإجابة على هذا السؤال تأتي من فحص وتقليب أسباب الحرب أولا باعتبارها المؤثرات التي أنتجت الحرب وقوفا على قاعدة بزوال المؤثر تزول النتيجة. جميعنا يرغب أن يكون داعية سلام ونابذ حرب لطالما لم نختار الحرب كوسيلة لإمضاء آرائنا ومعتقداتنا وتوجهاتنا ورؤيتنا للحياة السياسية في اليمن على الأقل أو رؤيتنا للحياة والكون. لكن ما الحيلة عندما تفرض عليك الحرب فرضا وتكون ضحية لآلة عزف وجور؟ أليس في بعض الموت حياة؟ يبدو الحديث عن السلام في خضم مضمار تنافس لتسجيل نقاط أخلاقية في الوقت الضائع، فالدعوة إلى السلام موقف أخلاقي قبل أن يكون برجماتيا، والذي ينشد السلام اليوم يفترض به أنه كان ينشده بالأمس وسينشده غدا، وموقفه الأخلاقي الرافض للحرب يستوجب منه إدانته لحظة نشأتها وتجريم أسبابها وإدانة مدشنيها. الأخلاق تتطلب صرامة وموقفا مبدئيا، وإحلال السلام يعني إقامة العدل والإنصاف، وهذا يتطلب تحديد الطرف السبب وإدانة أفعاله ومطالباته بالتوقف الفوري عن عدوانه وتجريفه للسلم. إن السلام كلمة حق تستوجب قول الحق وأن نقول للمعتدي أنت معتد. يحل السلام عندما تتيح المعطيات على الميدان قدرا أكبر من إخلاص النوايا وعقد التوافق وعند استنزاف الجهود المستخدمة في الحرب لتحقيق هدف سياسي أو غير سياسي لن يتحقق. إن عقلنة الحرب من حيث الأهداف والغايات والوسائل لا يكفي لفهم الحرب في اليمن فيها بعدا معنويا جوهريا وهو العقيدة، وهذه تتجاوز العقلنة.
من يحارب لوعود دينية أو غايات دينية لن يتعامل مع الحرب بمنطق الربح والخسارة، بل سيمضي في عناده حتى الهلاك. فما مكانة النداء المتوسل للسلام في هذه الحالة؟ تزداد معاناة الأهالي في محافظة إب من ممارسة ميليشيا الحوثي التي لا تتوقف من قتل ونهب وسلب وعنون موقع الصحوانات. ميليشيا الحوثي تحتجز سيارات تابعة لمنظمات إغاثية في المدخل الغربي لمدينة إب، حيث أكد مصدر محلي أن نقاط تفتيش تابعة للميليشيا احتجزت طواقم إغاثية في منطقة مشورة غرب مدينة إب ومنعتهم من الوصول إلى المديريات المستهدفة غرب المحافظة. وأضاف المصدر بأن الميليشيا احتجزت 4 سيارات تابعة لمنظمات دولية ومحلية من بينها منظمة الأوتشا واتحاد نساء اليمن، وأشهر السلاح في وجه طواقمها الإغاثية. واحتجازا على هذه الخطوة أوقفت جميع المنظمات أنشطتها في المحافظة بما في ذلك اليونيسف وفق المصدر، في الوقت الذي تجري فيه وساطات محلية لاستئناف أنشطتها وحل الإشكال الذي اندلع مؤخرا بين المنظمات وقيادات حوثية. الاعتقالات على الطرق لا تتوقف وتقوم بها ميليشيات الحوثي بصورة يومية. ووفقا لصحيفة الأيام، جماعة الحوثي تعتقل 70 مواطنا في مكيراس. قالت مصادر محلية بمديرية مكيراس بأبين إن ميليشيا الحوثي تنفذ حملة اعتقالات عشوائية للمواطنين منذ أمس الأول طالت 70 مواطنا، ولا يزال عشرات المواطنين يقبعون في سجون خاصة بجماعة الحوثي في مديرية مكيراس. وأكدت المصادر للأيام إقدام الميليشيا على مصادرة عشرات الدراجات النارية الخاصة بمواطني المديرية، وتقوم بنقلها إلى محافظة البيضاء لبيعها واستخدامها في أغراضها الإجرامية. تتابع الصحيفة، قامت الميليشيا بهذه الأعمال التعسفية عقب انفجار طقم تابع لها بعبوة ناسفة، وخلف انفجار العبوة الناسفة عددا من القتلى والجرحى الحوثيين، وتم نقلهم لاحقا إلى البيضاء. استسلام الشعوب النهائي غير وارد وغير ممكن، لأن القوى المسيطرة ليست مسيطرة إلا بشكل غير ثابت ولا تستطيع أن تشكل مرحلة جديدة. هذه فقرة من مقال كتبه إلياس خوري في صحيفة القدس العربي مضيفا في أجزاء منه. المفاوض العربي لا وجود له، لقد أنهت الولايات المتحدة كذبة المفاوض العربي، قالت لعرب النفط إن لعبة الأقنعة انتهت وعليهم الكشف عن وجوههم الحقيقية. الدور الوحيد الذي يستطيع العرب القيام به هو دفع المال كي يتم تسريع عملية ضم الضفة إلى إسرائيل وتحويل غزة إلى دولة، لكن حتى هذا الدور ليس مضمونا لأن عرب النفط عاجزون عن بناء أمنهم وسط الحرب اليمنية التي لا نهاية لها. في المقلب العربي الثاني أي في سوريا ومصر وليبيا هناك حروب وتفكك وعجز. النظام العربي الذي يتفكك لم يعد طرفا في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، وكل ما تسعى إليه الأنظمة هو البقاء حتى وإن كلفها ذلك أن تصير أدوات في أيدي الاحتلال الخارجي كما هو الحال اليوم في سوريا. أما في الطرف الفلسطيني فقد حسم الأمر على الفلسطينيين أن يختاروا بين التبعية والتبعية، أي بين أن تكون السلطة أداة في يد الاحتلال من ضمن وضع شكلي اسمه الحكم الذاتي، وبين أن تتلاشى في باندوستانات يحكمها أمراء محليون، وهذا ما يتم الإعداد له. كوشنر، صهر ترامب والمجموعة الأمريكية المكلفة بملف المشرق العربي يشعرون بالراحة، فهم يواجهون ألا أحد. الثورات الديمقراطية العربية انتهت والاستبداد الانحطاطي يسود المنطقة. إسرائيل تزداد قوة وتجبرا، القوى المناهضة للأمريكان تعيش في الأزمات والحصار، وكل شيء على ما يرام. لم يسبق لإسرائيل أن شعرت بهذه الكمية من الاعتداد بالنفس، ولم يسبق للفلسطينيين أن شعروا بهذا الضعف بفقدان البوصلة وغياب القيادة، ولم يسبق لعرب المشرق أن دخلوا في نفق معتم يشبه هذا النفق الرهيب الذي أوصلهم إليه تناوب المستبدين من عسكر ومافيات وأصوليين على إذلالهم وتحطيم حقهم في الحرية والكرامة. كان كريم الغيل يحب المدرسة وكان يأمل أن يصبح معلما قبل أن تندلع الحرب في اليمن، والآن يمضي الفتى ذو 13 ربيعا أيامه في ورشة سيارات حافي القدمين بجلده المدهون بزيوت السيارات.
هذا ما افتتحت به صحيفة فاينانشال تايمز تقريرها الذي يحمل عنوان حرب اليمن تخلق جيلا ضائعا من الأطفال. يواصل التقرير الذي ترجمه الموقع بوست عن حديثه عن الطفل كريم وأنه ترك المدرسة لإعالة أسرته عندما أجبر الصراع والده على إغلاق محل بقالة كان يمتلكه. يقول الطفل الذي يكسب 30 دولارا شهريا: يؤسفني أن أترك المدرسة، لكن ذلك لم يكن بيدي. أمني نفسي بأن هذا الوضع مؤقت، وكريم واحد من نصف مليون طفل يمني أجبروا على التخلي عن تعليمهم لدعم الأسر الفقيرة منذ اندلاع العنف في عام 2015، لكن هؤلاء محظوظون، فقد قتل أو جرح أكثر من 5000 طفل يمني. ووفق تقرير صحيفة فاينانشال تايمز، فإن الآمال بانفراج الأزمة بدأت تتلاشى مع فشل مفاوضات جنيف هذا الشهر، وهو ما أعاد التحالف إلى إطلاق هجوم جديد على الحديدة رغم التحذيرات من أن هذا الجهد سيزيد الوضع الإنساني سوءا. الديمقراطية العربية بين الجنرالات والشيوخ، تحت هذا العنوان كتب خليل العناني مقاله في العربي الجديد مضيفا: من دون الوقوع في فخ الاختزال والتبسيط فيما يخص ديناميات المجتمعات العربية، وذلك على غرار ما يفعل بعض الباحثين، فإن صراع الجنرالات والشيوخ ليس من أجل الديمقراطية بحد ذاتها، وإنما هو على السلطة ومن أجل الثروة ومن أجل السيطرة، وهو يعكس محاولات مستمرة من جميع الأطراف للهيمنة على المجتمعات العربية وتطويعها وفق رؤى المتصارعين وتصوراتهم. فالتجارب الديمقراطية العربية التي لم تكتمل كما هو الحال سواء في الجزائر والسودان أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات أو في مصر واليمن وليبيا بعد ثورات الربيع العربي تقول بوضوح إن الديمقراطية لم تكن مطلوبة قيمة بحد ذاتها، أو أن في وسع القوى المتصارعة أن تحترم قواعدها كاملة. لذلك لم يكن غريباً أن تسقط هذه التجارب الوليدة بشكل سريع. يكشف صراع الجنرالات والشيوخ المأزق الحقيقي للاجتماع السياسي العربي، ويعري نخبنا وسياسيين ومثقفين خصوصا الذين انخرطوا في تسخين هذا الصراع وتغذيته، إما من أجل مواقف أيديولوجية متشددة أو لتحقيق مكاسب قصيرة المدى، كما أنه يكشف حالة الضعف والانقسام التي تعتري قوى التغيير الحقيقية في العالم العربي. ويؤكد أن لا إمكانية لحدوث نقلة حقيقية باتجاه الديمقراطية من دون الخروج من ثنائية هذا الصراع المهلك. قطع الطريق الرابط بين مدينتي الحديدة وصنعاء كما تذكر العربي الجديد بسبب المعارك بالحديدة أدى إلى توقف إمدادات الوقود من ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر إلى العاصمة اليمنية. منظمات دولية بينها المجلس النرويجي للاجئين أكدت في بيان أن قطع طريق الحديدة صنعاء من قبل القوات الحكومية سيؤثر على تدفق الغذاء والمساعدات. وقال تامر كيرلس المدير القطري لمنظمة Save the Children في اليمن في بيان إن الطريق الرئيسي الذي يربط الحديدة بصنعاء يمثل مسألة حياة أو موت، ومن الأهمية أن يبقى مفتوحا ومتاحا لحركة الناس والطعام والوقود والمساعدات لبقية البلاد. العاصمة اليمنية صنعاء تشهد أزمة خانقة في غاز الطهو بعد فترة استقرار لمدة شهرين، حيث انعدمت مادة الغاز وارتفع سعر الأسطوانة 20 لترا في السوق السوداء إلى 8000 ريال من 5000 ريال قبل أسبوع. سكان محليون قالوا إن المدينة تشهد أيضا أزمة بنزين منذ أيام، وشهدت عشرات السيارات تصطف في طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الوقود، وسعر الجالون سعة 20 لتر من بنزين السيارات ارتفع من 6600 ريال إلى 8400 ريال في محطات تعبئة الوقود التجارية والسوق السوداء. وإلى جولتنا الخاصة بترجمة بلقيس للصحف الفرنسية الصادرة اليوم والتي تتابع تطورات اليمن، حيث نطالع في صحيفة لاكروا الفرنسية: في فرنسا نقاش خجول جدا حول مبيعات الأسلحة. وقالت الصحيفة: بعيدا عن الأخلاقيات، فإن معاهدة تجارة الأسلحة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 2 أبريل عام 2013 والتي دخلت حيز النفاذ في 24 ديسمبر 2014 هي المرجع الذي تشير إليه جميع منظمات حقوق الإنسان. تعهدت الأطراف الموقعة على هذا النص الرئيسي الأول لنزع السراح، بما في ذلك فرنسا، بعدم تصديقه
تصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر من استخدام الأسلحة المعنية في انتهاك لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين. قال ذلك إليريك إلوين مسؤول الدفاع في منظمة العفو الدولية، وهي منظمة غير حكومية، إن وجود هذه المعاهدة الدولية لا يمنع التحايل عليها، وكثيرا ما تتهم المملكة المتحدة وفرنسا بمواصلة توريد الأسلحة حتى عندما يكون هناك خطر كبير بأنها تستخدم ضد السكان المدنيين. وتقول الصحيفة إن حالة الحرب في اليمن أثارت جدلا غير مسبوق في فرنسا حول مبيعات الأسلحة، مع اتهام السعودية والإمارات الأطراف الفاعلة في النزاع والمشترين الرئيسيين للأسلحة الفرنسية بانتهاك اتفاقيات جنيف. يقول إليريك إلوين: لقد برز النقاش إلى السطح لكنه لا يزال صعبا. السبب هو النظام السياسي للجمهورية الخامسة، حيث تعتبر مبيعات الأسلحة مجالا حصريا للسلطة التنفيذية. البرلمان لم يحاول أبدا التدخل في هذا الموضوع، ليس لديه سلطة، إنه متفرج حتى وإن كان الأعضاء يطرحون أسئلة من وقت لآخر. صباح الراتب، تحت هذا العنوان كتب قادري أحمد حيدر مقاله المنشور في التغيير نت، مضيفا: صباح راتب، فقدنا ظله، فقدنا شكله، ولم نعد نراه سوى فيد وغنيمة في أيدي وجيوب المجاهدين، أولاد المجاهدين في صنعاء أو في صورة رواتب، مع الأسف تصرف بعقل سياسي مزاجي وشطري في المناطق المسماة محررة، وهي حقا محتلة بمشاريع صغيرة هواياتية قبلية مناطقية وقروية. هناك من يستلمون حصيلة وثمرة جهادهم من كافة البنوك التي منع غالبية المستحقين للراتب من الاقتراب منها، بعد أن صار ما كان يسمى بنكا مركزيا موزعا على الخارطة الجغرافية في صورة بنكي عدن وصنعاء، الجماعة في صنعاء والأخوة أو الرفاق سابقا في عدن، دونا عن الملايين من أصحاب الحقوق، حيث تعلن رزنامة صرف الراتب من قبل سلطة عدن عن حالة لا دستورية وسلوك مناقض لقضية العدالة في طريقة صرف الراتب بين موظفي جهاز الدولة الواقعين بين الشمال والجنوب، بين صنعاء وعدن، بين بنكين أحدهما مصادر والثاني محتل يشتغل بعقل شطري ومزاجي. صباح الراتب الذي كان يعني وظيفة، والذي يأتي حصيلة عمل كما يتذكر البعض، الراتب الذي كان مصدر الرزق الوحيد والأوحد لغالبية العاملين فيما كان يسمى جهاز الدولة، والذي كان كما أتذكر مصدر عيش ورزق العاملين في القطاع المختلط وجزءا كبيرا من العاملين في القطاع الخاص، وملايين ممن يعيشون على حركة وعملية دورة الرأسمال الآتية من تلك المصادر من الرزق التي أقفلت في وجوههم بعد أن عز الراتب وصار مصادرا وحكرا على جماعة السلاح والقتال والحرب، كما يراه ويردده بعض جهابذة الحرب في وجه من يطالب بحقه في الراتب. أعلنت شركة سبيس إكس بحسب ما جاء في صحيفة القدس العربي أن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا سيصبح أول راكب يصعد إلى الفضاء ويطوف حول القمر في رحلة خاصة عام 2023. ويقوم مايزاوا 42 عاما برحلة في عام 2023 على مركبة يحملها صاروخ. تقوم سبيس إكس ببنائه ويطلق عليه اسم BFR، وبعد اختبار شامل خلال السنوات القليلة القادمة ستنطلق الرحلة حول القمر. مايزاوا لا يريد أن يكون في هذه الرحلة بمفرده، قال إنه يعتزم دعوة ما بين 6 إلى 8 فنانين من جميع أنحاء العالم للقيام بالرحلة التي يتوقع أن تستغرق أسبوعا، وأضاف أنه سيأخذ الفنانين معه لإلهامهم بإنتاج مشروع فني. الألوان النابضة بالصور والتي تمتزج بأحداثها تعطي سحرا لافتا لهذه الصور المأخوذة من صحيفة ديلي تيليغراف لجولاتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع.
تقول الريشة وتتحدث الألوان، وعلى هذا الأساس يبدع رسامو الكاريكاتير في لوحاتهم، ويتحدثون بريشة الخفيفة والورقة الثقيلة عمن يخشونها. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها اليوم. هذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.